بيان للرأي العام بخصوص اليوم العالمي للطفل الموافق في 20 نوفمبر. نوهنا كل طفل يقيم في مناطق شمال شرق سوريا ونثبت له بأننا دائما مستعدون لتوفير الحماية والأمان والحقوق له بما يناسب ثورة شمال وشرق سوريا. كان إلي بنت عمرها كان اسمها زيلان، عمرها 15 سنة وأربعة أشهر يمكن كم يوم كمان. المهم هي واحدة من جيراننا، بشكل عاطفي راحوا وصلوا عليها بجي، قال بدنا نضمن عليها بجي. فبعد ان احنا كمان قمنا دورنا عليهم لحتى لقينا انه هن موجودين بنفس المكان اللي كانوا وصلوا عليها بجي. المهم بعدين كمان رحنا لعندهم، قال هذول بس نشوف انه عندنا خبركم. رحنا على القيادة، قالوا هذا مضبوطين هذول عنا، هذول دخلوا من شو اسمه هني بترسبيه. المهم بعدين جينا كمان على هالمكتب هيئة الشؤون الاجتماعية، قدمنا طلب انه هذول موجودين عند اليابتشي، عمرهم صغير يعني ما مقبولة. المهم هم كمان قاموا من ناحيتهم، شو ما اجوا منهم ما قصروا.